السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. أوصى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة بعث بها من مستشفى ليزانفاليد بفرنسا الجيش بضرورة الحفاظ على أمن الجزائر واستقلالها وحماية سيادتها الوطنية في كل الظروف والأحوال، ودعا الجيش إلى التحلي باليقظة الشديدة لصد جميع التهديدات. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشاهدينا وبصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني والذي غاب عن مراسم تخرج الدفعات الجديدة بأكاديمية شرشال العسكرية قال إننا نعيش في عالم متسارع الأحداث يموج بالكثير من المتغيرات، يغلب عليه طابع التذبذب ويسوده مزيد من الاحتقان والانسداد. يتطلب منكم أيها العسكريون بذل جهود كبيرة من أجل مواصلة القيام بمسؤولياتكم الوطنية والدستورية. هذا من أهم ما جاء مشاهدينا في وصايا الرئيس. ترى ما وراء هذه الرسالة للجيش؟ ماذا عن حال الشعب؟ هل سيبقى في انتظار عودة رئيسه إلى ما لا نهاية؟ لماذا لا توجه له كلمة بدوره لتشد من أزره؟ وهل هذه الرسالة إقرار بأن رحلة العلاج ستأخذ وقتا أطول أم أن هناك أمور أخرى عديدة خفية عنا؟ هذا ما سنعرفه مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا الأفاضل. أبدأ بالأستاذ هشام عبود مدير صحيفة جريدتي ومون جورنال الفرنسية، وقبل ذلك هو ضابط قبل أن يكون رجل إعلام. أستاذ هشام عبود أرحب بك، ماذا تفهم من هذه الرسالة وأنت كضابط سابق قبل أن تصير إعلاميا؟ ماذا تفهم بالضبط من هذه الرسالة اللي هي موجهة للجيش؟ السلام عليكم وتحياتي لكم أخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. من مدينة أم البواقي. أنا إعلامي قبل ما أكون ضابط، يعني مخرج مدرسة الصحافة. نعم. وكنت صحفي قبل ما ندخل للجيش، إذا أنا إعلامي من قبل. طيب. بالنسبة لهذه الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الجيش الوطني الشعبي، كل ما يقال عنها وكل ما أقول عنه هو أنها عبارة عن عمل بروتوكولي. أيوة. فقط لا أكثر ولا أقل، لأن الرسالة لم يوجهها الرئيس كشخص كرئيس، وإنما رسالة تم تحليلها من طرف مستشارين بالرئاسة. ولا أعتقد أن الرئيس حيث ما يوجد الآن بمعهد ليزانفاليد بفرنسا حيث يواصل العلاج ويواصل التأهيل الوظيفي. نعم. لا أعتقد أنه يتوفر على مكتب وعلى كتاب باش يقدر يكتب ويفكر ويبعث رسالة، إنما هذا عمل بروتوكولي قام به أحد المستشارين وله رمز هو أنه يتوجه للجيش في مناسبة اعتاد ان يكون حاضرا فيها وهي تخرج دفعات الاكاديميه العسكريه لمختلف الاسلحه بشرشال، وكما سيغيب اكيد سيغيب عن مراسيم تقليد ضباط الذين سيرفعون الى درجه عمداء والوياء، يعني هذا وكانه يمهد للغياب. وإذا غاب الرئيس في 5 جويلية عن هذه المراسيم، نعم، أعتقد أنه هذا الشيء عادي بالنسبة لشخص مريض لا يتمكن من التنقل ويصعب عليه أنه يوقف. لا، ولكن الشيء الذي أتخوف منه، ما أخشاه كجزائري كمواطن، أن تمر ذكرى 51 عن الاستقلال والرئيس الجزائري بمعهد عسكري فرنسي للتداوي، يعني عند العدو الذي لاحظناه في 62 والذي اراق الدماء الجزائريه. هذا ما اخشى، يعني هنا نهدف المناسبه بوجه نداء لمن هو قادر على اخذ القرار في الجزائر ان ياتي بالرئيس
يعني يعتبر رئيس البلاد الجزائر ولا داعي ان يعني يحضر المراسيم او الاحتفالات. يبقى طيب استاذ هشام، ماذا استاذ هشام عن هذه الوصايا المكرره؟ الذي قرأ الرساله المنشوره في وسائل الاعلام يفهم كانها وصايا رجل مودع، يريد ان يودع وصايا للجيش، كان خطرا ما يداهم البلد، كان الحدود ليست امنه، ولكن ليس هنالك عدو يترصد الجزائر. كل من قرأ هذه الرساله واطلع عليها يقول هي مشفره، هي تحتوي على امور خفيه عنا، ليست فقط امور بروتوكولات. أنا قلت لك اللي كتب الرسالة، نعم، هذا أحد المستشارين، وهذا المستشار هذا ما نظنش يكاد يعني يكون متصل بالرئيس، لأن الرئيس ماهوش قادر حتى يتصلوا بها، يعني نشوف الأمور كيف تمر. من كتب هذه الرسالة؟ هذا مستشار في الأمور العسكرية أكيد، سمعت يعني هذا اجتهاد مني، أنا ماهيش معلومة. نعم. أنا ما نشوف الراجل راهو في زباليد مريض شفناه مشلول ماهوش قادر يتكلم، يعني راح يتكلم بالتليفون ولا راح يدي له زياره؟ لا، شوف الامور كما هي. يبقى الان من كتب هذه الرساله؟ انا لا اعتقد انه عبر عن فكر واراء عبد العزيز بوتفليقه، وانما كمؤسسه وطنيه الرئاسه الرئيس لا يتكلم، راه في وضع صحي متدهور، سمعت، والا ما هو ماذا يفسر وجوده بالخارج؟ تبقى الوصيه او غير الوصيه، انا نشوفها من جانب بروتوكولي. يودع اكيد انه يودع الرجل، هذا اخر يعني مره انه يكون هو رئيس وتكون هناك احتفالات بذكرى 5 جويليه. طيب استاذ هشام، الى اين يسير البلد استاذ هشام؟ اذا الى اين يسير البلد في غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه؟ بالضبط اليوم حوالي 60 يوما، لا ليس حوالي، بالضبط 60 يوما، 60 يوما مرت على رحيل عبد العزيز بوتفليقه او في رحله علاجه هناك في فرنسا. لا عودة له الآن في هذه الأيام المقبلة، ليس هنالك ضمانات بأن يعود قريبا، ليست هنالك عملية تفعيل للمادة 88 من الدستور، ليست هنالك انتخابات رئاسية مسبقة، ليس هنالك حديث عن مرحلة انتقالية أو شيء من هذا القبيل. إلى أين يسير البلد؟ أخي عثمان، أنت أثرت عدة نقاط في هذا السؤال في الطرح نتاعك، لو عدت نقاط يعني في مكانها ويطرحها كل مواطن جزائري، يعني ما فيهاش كلام. نقطة نقطة، إلى أين ذهب الجزائر في غياب الرئيس؟ رئيس غائب منذ شهرين، نعم، وكانوا يوعدوا ويكذبوا أنه سيعود هذا الأسبوع، كل مرة يقول سيعود، إلى غاية اليوم الذي بثت بعض الصور، يعني دقيقتين و58 ثانية من ساعتين تسجيل. نعم. ألو؟ نعم نعم اسمعك أستاذ هشام. الآن تأكد مثل ما تفرجت به وقفنا يعني متأكدين منه كثير من الناس اللي تتابع، أنه ماهوش جاي يعني في الأيام القادمة. أنا مثل ما قلت لك، أنا أمنيتي ألا يحتفل بذكرى 5 جوية بعيد الاستقلال في فشلة عسكرية فرنسية. هذا فقط. يبقى الآن إلى أين ذاهب الجزائر؟ الرئيس غايب، تفعيل المادة 180 صار غير ممكن، يعني العقل هيعقل هل هو ممكن؟ هل هناك شخصية بارزة؟ هل هناك حزب بارز قادر؟ هل هناك إدارة؟ هل هناك دولة باستطاعتها تنظيم انتخابات في ظرف 45 يوم؟ لا، مش ممكن. لا ليس هناك لا شخصية سياسية بارزة ولا حزب سياسي. تصور يا أخي، أحزاب ثلاثة معتبرين الأحزاب يعني أكبر الأحزاب الجزائرية. ابقى معنا استاذ هشام عبود، ساعود اليك بعد لحظات. مشاهدينا الكرام، استمعنا الى وجهه نظر عسكريه والاكثر هي اعلاميه ايضا، لان استاذ هشام عبود ايضا وقد صحح لي بانه كان اعلاميا قبل ان ينتمي للجيش. مشاهدينا الكرام، الان سنستمع للضابط السابق في الجيش الوطني الشعبي الاستاذ احمد شوشان. بعد الترحيب بك استاذ احمد، ما هي قراءتك العسكريه لهذه الرساله التي شكك فيها الكثيرون؟ يقولون بانها رساله ليست مضمون 100% بانها اتيه من الرئيس. هناك الكثير من المستشارين من كتبوها ولكنهم ليسوا متأكدين من أنها فعلا صادرة عن الرئيس.
أولا أحييك وأحيي الأخوة المتابعين لهذا البرنامج. شكرا. أما بالنسبة لهذا الموضوع، يعني هذه الرسالة قراءتي لها من ناحية الشكل. يعني أولا خلينا نشوفها من الجانب الشكلي، هل هي رسالة حقيقية أو شيء آخر؟ يعني القول بأنها رسالة من الرئيس إلى الجيش هذه كلام مجازف، يعني مجازفة، ما عندوش حتى شيء يدل عليه. يعني هي كلام منسوب للرئيس من طرف وسائل إعلام معروفة يعني بخبرتها في التضليل وبخبرتها في تهميل الرأي العام، ما عندها حتى مصداقية هذه الشروق والخبر وهذه الجرائد التي يعني تسمم في الفضاء الإعلامي وتسمم في الرأي العام. الحقيقة يعني تخلينا نتحفظ من أي حاجة تنقله. فهذا الكلام جاء عن طريقها وعن طريق هذا الأدعياء الباتريوتيك، هذا يعني مجموعة من بناء الجنرالات دايرين جريدة إلكترونية أموال الشعب وقاعدين يسموا فيها ويتكلموا الوطنية وغير ذلك. هذه الناس ما عندهمش مصداقية. ثانيا هي لم تكن حتى منقولة عن طريقهم من الرئيس نفسه، هي منقولة من خلال كلام قائد الأركان قائد مصالح، وليس رسالة رسمية من الرئيس إلى الجيش، لا مكتوبة ولا مكلف بها إنسان أنه يقرأها ولا شيئا. ومن ثم هناك تحفظ كبير على نسبة هذه الرسالة لرئيس الجمهورية، هذا على مستوى الشكل. ثانيا كما قال ضيفك هشام عبود، الحالة الصحية للرئيس لا تسمح له لا بالتفكير في هذا الموضوع ولا بالتركيز فيه. يعني لو كان قادر الرئيس باش يتكلم كان يكلم الشعب أولى من أن يخاطب الجيش. يعني الرئيس في الحقيقة يعني المفروض أن يكون اهتمامه بالشعب أكثر من اهتمامه بالجيش باش يخصص له رسالة يوجهها له. كذلك الرئيس يعاني من مشكل صحي كبير، يعني لا يسمح له لا بالتفكير ولا بتحرير الرسائل مثل هذه، رسائل اللي ممكن يعني لو كانت يعني حقيقة صادرة على رئيس فهي يعني تدل على التركيز وتدل على يعني اهتمام كبير على إنسان يتابع الأمور. وكذلك هو ما يعانيش من مشكل شخصي فقط، هو يعاني من مشكل أهم وهو مشكل شخصي مع السلطة الفعلية وهي جهاز المخابرات. يعني الآن ما نبقاوش نلفوا وندوروا، مشكل الرئيس ما هوش قضية صحية فقط، ورفضوا للعودة إلى الجزائر كما راه يحكي ضيفك يقول يعني يرجع الرئيس، رجوعه حتى ولو كان على فراش الموت كان قادر يرجع للجزائر، ولكن رجوعه هو يرفض العودة إلى الجزائر من أجل إحراج ومن أجل يعني الضغط على جهاز المخابرات أمام الرأي العام. هذه يعني هذا كان يعني في 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 وقت معين. طيب سأعود إليك أستاذ حمد شوشان، سأعود إليك أستاذ هشام عبود، إذا أتينا إلى باب الأولويات، أليس الشعب الجزائري أجدر بهذه الكلمة، أجدر بهذه الرسالة لشد أزره، لتقوية صبره على هذه المرحلة الصعبة المليئة بالكثير من الظروف الصعبة والعويصة؟ لماذا توجه رسالة إلى الجيش والجيش حري به أن يعرف ما يعرف دوره من خلال ما خول له الدستور، من خلال ما نص عليه الدستور؟ إذن لماذا بالضبط توجه رسالة إلى الجيش هو أعرف بدوره، لماذا لا توجه إلى الشعب لشد أزره ولتقويته في مثل هذه الظروف؟ أستاذ هشام، أستاذ هشام عبود، أعتقد أن أستاذ هشام عبود غادرنا. إذن أستاذ أحمد شوشان، لا بأس بطرح نفس السؤال عليك، أليس الشعب الجزائري أجدر بهذه الرسالة، بهذه الكلمة الموجزة المقتضبة، بدلا من توجيهها للجيش وتذكيره بمهام يعرفها أبا عن جد ورث عن ذلك؟ الدستور أوصاه ب
التنفيذ وتطبيق هذه المواد. لماذا نذكره بأن يحرس الحدود وأن ينتبه وأن يكون حريصا على راحة الجزائريين واطمئنانهم وسلمهم وما إلى ذلك؟ لماذا لا توجه رسالة مثل هذه؟ والآن رئيس الجمهورية غائب عن البلاد 60 يوما. كما قلت لك، الحقيقة أن هذه الرسالة يعني يجب نسبتها إلى الرئيس بتحفظ كبير. نعم. وهذا سؤالك يعني الجواب عليه لا يمكن أن يكون إلا من خلال التركيز على مضمون الرسالة. يعني الذي حرر الرسالة هو المعني بما جاء فيها من التركيز على، يعني لو ترجع للنص حتى يعني الأشياء التي جاءت منقولة بين قوسين في جريدة الشروق، يعني والتي يراد أن يريد محرر الشروق أن يوحي بأنها هي كلمات الرئيس نفسه. يعني لو جيت تمر على هذه الرسالة تجد فيها يعني بعض الكلمات مركزة، الكلام عن حماية السيادة الوطنية، حماية الوطن، الكلام عن الإرهاب، يعني كأن المخبر الذي حررت فيه هذه الرسالة ليس مخبر سياسي. طيب ولماذا يعني رئاسة الجمهورية لم تكذب ذلك يا أستاذ أحمد شوشان؟ لماذا رئاسة الجمهورية لم تصدر بيانا ما تكذب فيه ما نسب لرئيس الجمهورية طالما أنها تقول ربما مفبركة؟ جيد، أنا ما قلتش يعني أنها مفبركة، وإنما قلت نسبتها إلى رئيس الجمهورية مشكوك فيها. الآن نسبتها إلى رئيس الجمهورية عليها تحفظ. نعم. لكن لو نرجع إلى أصل الرسالة، عندما تقرأ ما جاء في الشروق، يعني اللي هي نشرة العنوان الأساسي لإنصاري القضية، وش يقول أن هذه الرسالة كلف بها أحمد قايد صالح، فريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته لبوتفليقة يوم 11 جوان. هنا يبدأ السؤال، هل الزيارة التي قام بها قايد صالح وسلال يوم 11 جوان يعني تم التعامل معها بشفافية، يعني تم التعامل في موضوعها مع الشعب الجزائري بشفافية؟ هل قيل للشعب الجزائري هدف الزيارة؟ ماذا تمت مناقشته في هذه الزيارة؟ من الذين حضروا في هذه الزيارة، يعني الذين راحوا بهذه الزيارة؟ فهناك مثلا أعطيك معلومة يعني حتى تحط هذه الرسالة ومصدرها في إطاره الصحيح، في إطاره الصحيح. كذلك لم يكن في الزيارة التي كلف خلالها قايد صالح بهذه الرسالة قايد صالح وسلال فقط، وإنما كان حتى المدير العام للمخابرات موجود، حتى المدير العام للمخابرات فريق محمد موجود، محمد منين كان موجود في فرنسا. وكانت مشكل كبير، وقع مشكل كبير بينه وبين سعيد بوتفليقة، وهذا هو الشيء اللي خلى بعض الناس يتكلمون على ان سعيد بوتفليقة هو اللي يحكم، وسعيد بوتفليقة هو اللي كذا، وكثروا الحس عليه. لماذا؟ لانه وقعت بينه وبين الفريق محمد مدين مشكل كبير بمدخل لزنفاليد، وما فكها الا السلطه الفرنسيه اللي دخلت بيناتهم. نعم. فالزيارة هذه كانت فيها يعني كانت قرر فيها مستقبل الجزائر. في هذه الزيارة يعني تم تحديد مصير الجزائر على مستوى القيادة الفعلية أو السلطة الفعلية في الجزائر. إذن سأعود إليك أستاذ أحمد شوشان، سأعود إليك. عاد إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ هشام عبود، مدير صحيفة جريدتي ومون جورنال باللغة الفرنسية. أستاذ هشام، أين وصلت قضية توقيفك وعدم مغادرتك للتراب الوطني؟ ماذا جرى بينك وبين القاضي؟ قرأت اليوم في وسائل الإعلام بأن هناك تحقيقا ما بين أجراه قاضي التحقيق معك. أستاذ هشام عبود، للأسف الشديد أستاذ هشام عبود ليس معنا بعد. أعود لك أستاذ أحمد، أين هو هذا العدو الذي تحذر منه الجزائر؟ في محتوى الرسائل وأنا كنت أقرأها بغض النظر عن هي صحيحة أم لا،
كنت أقرأ عن أن عدو ما يريد الدخول للوطن ولابد من حرس الحدود وما إلى ذلك من هذا الكلام. ماذا تفهم من هذه الرسالة المشفرة عن أن عدو يتربص بالبلد؟ أليس أمام الجزائريين عدو الوحيد هو عدو الفساد اللي هو انتشر في جميع القطاعات الاقتصادية؟ شوف يا أستاذ عثمان، نعم، وكما قلت كم من مرة، يجب أن نخاطب الشعب الجزائري باللغة التي يفهمها، نعم، ونسمي الأشياء بأسمائها. العدو الوحيد الذي يترصد الجزائر هو الانفجار، يعني السياسة التي تسير بها أمور البلاد تؤدي إلى الانفجار وتؤدي إلى ضياع الجزائر باتفاق كل المحللين الجزائريين وغير الجزائريين الأعداء والأصدقاء. هذه قضية لا يختلف عليها اثنان. المشكلة أن الناس اللي في السلطة، الرئيس وجماعته، المخابرات، الجيش، قيادة الجيش، كلهم يعرفون هذه الحقيقة وكلهم يتوجسون منها، ولكن ما كان حتى واحد عنده الشجاعة أنه يضحي بمصالحه الخاصة ويضع الجزائر قبل أولا وقبل كل شيء ويمنعها من الانزلاق إلى هذا المصير المحتوم. هذه الرسالة الحقيقة، سواء كانت من الرئيس كما قلت، وإن كان أنا أستبعد أن تكون من رئيس شخصيا، قد تكون من دوائر الرئاسة كما قال ضيفك، ولكن دوائر الرئاسة التي تتعاون مع الطرف المعادي أو الطرف الخصم للرئيس. المهم مهما كان محرر هذه الرسالة ولا الذي يريد توجيهها، هو يعرف جيدا بأن الجزائر مقبلة على خطر عظيم. أنا أقول لك اليوم الخطر العظيم الذي يتهدد الجزائر وش هو؟ نعم، الخطر العظيم الذي يتهدد الجزائر هي أن كي الناس يريدون أن يقرروا مصير الجزائر بعيدا عن الشعب الجزائري، بعيدا عن مصالحه، يريدون أن يقرروا مصير الجزائر بالتعاون مع فرنسا، بالتفاهم مع فرنسا، بالتفاهم على بالتوافق مع المفسدين. قال الرئيس بوتفليقة خلاص الآن عندنا ملفات كبيرة عليك وعلى عائلتك وعلى المحيط بتاعك، قادرين ندخلكم للحبس، يعني نبهدلكم تبهدلنا اللي ملياش. الآن تجبدوا روحكم بالتي هي أحسن وتخلونا حنايا ندير الرئيس الذي نريد. يعني يريدون أن ينصبوا رئيس مثل ما نصبوا بوتفليقة ومثل ما جابوا دروان ومثل ما جابوا ضياف ومثل ما إلى غير ذلك. هذه هي بيت القصيد. هم يعرفون جيدا أن هذا العمل الذي يقومون به سيؤدي إلى اعتراض على الأقل الفئة من الجزائريين وسيوقع توقع معها المواجهة. إذن أستاذ أحمد، شوشان، إذن أنت تؤكد هنا أن اختلافات كبيرة حول تسيير هذه المرحلة، خاصة وأنه أنت الآن ذكرت أن الجنرال توفيق زار أخيرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نعم نعم، شوف الأهم من هذا والأخطر هو هذا الجيش، هذا الكلام عن الجيش من الآن والإيحاء بأن الجيش يحتاج إلى تطوير أكثر وإنفاق من الأموال الشعب عليها أكثر، هذا كله من أجل تجيش. لماذا؟ غدا أي إنسان يعترض على هذه الخيانة العظيمة الجديدة التي يعني يحذر لها سيعتبر إرهابيا. انظر إلى هذا العريضة اللي راهم داروها باسم الرئيس، فيها تلقى فيها في ربع مواقع، صفحة واحدة في ربع مواقع متكلمين مكافحة الإرهاب وتفكيك شبكاته وإلى غير ذلك. شماعة. يعني كأن احنا في الجزائر ما كانش حد يهددها غير الإرهاب. وين راه الإرهاب الآن؟ الإرهابيين يكرهم نزلوا راهم معاهم، اللي كانوا نبذل السلاح يكرهم معاهم اليوم، وين راه الإرهاب هذا؟ فإذا هي تحضير وحملة نتاع توعية مسمومة لعناصر الجيش لتهيئتهم للدخول في مواجهة مع أي حراك شعبي يعترض على هذه الخطة التي وضعها واتفق عليها الآن. يعني الآن أنا أقول لك، نقدر نأكد لك بأنه حتى بوتفليقة بعد الضغط وبعد الابتزاز وافق عليها. طيب أستاذ أحمد شوشان، لماذا لم تحل هذه الرسالة حتى وإن كنا نشكك مثل ما كنت تقول في مصدرها؟ لماذا ليس هنالك رسالة موجهة للجيش لما بدأت الحرب في شمال مالي مثلا، لما حدث تيغن تورين قرب عين ميناس مثلا، لما وقعت العملية قيل بأنها عملية إرهابية؟
في ذلك الوقت كان بالإمكان أن توجه مثل هذه الرسالة وتوصي الجيش أو تحذره، أما وأن الجزائر آمنة ومستقرة، لماذا بالضبط يهولونها من هذا الأمر؟ هي بالضبط ايش هذا يقول لك، هما يحذرون الآن ما كان ولو، ولكنهم يعرفون جيدا بعد راهم يحذروا الآن. أنا يقول لك، أنا يقول هذا الشعب الجزائري وراني موالف والأيام بيننا. القضية التحذير كما كانوا يحذروا في الخفاء في بوضياف والمجلس الأعلى والكذا، راهم يحضروا الآن في عملية ووجدوا لها كلش. أنا باش نزيد نقولها، وجدوا لها كلش وجابوا الموافقة من أمريكا وجابوا الموافقة من فرنسا باش ينصبوا الرئيس اللي حبوه واللي وفقوا عليه فرنسا والأمريكان والشعب الجزائري المستشار فيه. طيب أستاذ أحمد سوسان، سنعود إليك بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، افترض أن نعود إلى بعد لحظات. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، نحن الهواء مباشرة في برنامج الحدث المغاربي. اليوم نفتح ملف الرسالة التي قيل بأنها رسالة لسنا متأكدين منها، وهي منسوبة لعبد العزيز بوتفليقة، موجهة إلى الجيش تحذره من عدو ما يتربص بالبلاد، ولا بد على الجيش الجزائري بأن يهتم بالبلد وأن يصون سيادة الوطن. أعيد الترحيب مشاهدينا الكرام بأستاذ هشام عبود، ربما عاد إلينا الآن. أستاذ هشام عبود، أين وصلت قضية توقيفك ومنعك من مغادرة البلاد؟ خاصة وأنني في الصباح اليوم قرأت في بعض وسائل الإعلام بأن قاضيا ما قد حقق معك في هذه القضية. ليس قاضيا ما، وإنما هو عميد القضاء التحقيق. أيوة. بمحكمة سيدي محمد، هو الذي أجرى معي التحقيق. فلم يطرح علي موضوع منعي من الخروج من التراب الوطني. وأؤكد أن هذا المنع هو خرق للدستور ومادته 44 الذي تضمن حرية دخول وخروج التراب الوطني لكل مواطن جزائري، وهي كذلك خرق للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان مادة 13 منها، وبالتالي تكون السلطات الجزائرية التي أخذت هذا القرار اخترقت الدستور واتفاقية حقوق الإنسان التي أمضت عليها الجزائر. على ماذا استندوا أستاذ هشام؟ على ماذا استندوا في هذه التهمة، في إلصاق هذه التهمة بك؟ يا أخي لست الوحيد، أنا في الجزائر الذي منعت من خروج التراب الوطني، لأني أنا صحفي وأتكلم، ولكن في أكثر من 100 مواطن جزائري منهم نقابيين ومنهم ناس يعني نشطاء ناشطين راهم ممنوعين من الخروج. يعني هذه حكاية ما يسمى بليستيان، المنع من مغادرة التراب الوطني، هذه صار محمول بها بطريقة عادية في الجزائر، أنه يعني يمنع تدخل الجزائر، ولا واحد يمنع تدخل الجزائر، تدخل من حقك، ولا واحد يمنعك تخرج، لأن الدستور يضمن ذلك، ولكن الناس ما تكلمش. أنا لأني صحفي وتكلمت، ومانيش أنا بمجرد ما وصلت المطار، أنا كنت موجد اس ام اس، سمعت؟ ومنهم أحسن فرحي تلقى الاس ام اس في لحظة توقيفي، سمعت؟ وبعثت 20 رسالة صغيرة اس ام اس، بعثتهم إلى كل دول العالم. بعث في سويسرا، بعث في فرنسا، بعث في امريكا، بعث كل جهه، سمعت؟ ما يلعبوا هذيش. وبالتالي لما شافوا باللي هما كانوا نعملت عليها زوجها، استدعاني عميد قاضي التحقيق. أيوة. يوم الخميس، وسمع الي، والسؤال الاول يعني طبعا هو هل اعترف انا بالتهمه التي وجهت الي؟ بطبيعة الحال أنا ما عنديش غرور، قلت أنا ما عنديش غرور أن نحس بروحي عندي قوة اللي تهدد بتصريح واحد وهدد أمن الجزائر ووحدتها الترابية ومؤسساتها وذات، وإلا الجزائر في حالة فايت يعني، واللي وصل الجزائر والنقطة الضعف إلى درجة أنه تصريح يهدد أمنها وحدتها الترابية ومؤسساتها
هو مسؤول، هذا هذا نطالبوه، هذا قام تهديم الدولة. سمعت اذا ذكرت هذه التهم. النقطة الثانية هي فيما يخص الخبر التصريح، لأن أنا متابع على التصريح، والتصريح جاء نتيجة توقيف مصادرة جريدة لومون جورنال. ألو نعم نعم أسمعك. مصادرة جريدة لومون جورنال لنشرهما خبر عودة الرئيس يوم 15 ماي و مغادرته من جديد الجزائر في 20 ماي لما أصيب بنوبة عميقة ودخل في حالة غيبوبة. قلت له هذا تأكد من خلال النشر يومية مقربة للرئاسة، نشرت صورة لأحد المراسيم الموقعة بإمضاء الرئيس ويقولوا أنه أمضاء 15 مرسوم، وصوروا مرسوم يظهر دليل أن المراسيم حررت بالجزائر يوم 19 ماي. إذا الرئيس كان موجود، ومعهد أنه الكيدورفين خبرنا في 20 ماي أن الرئيس موجود في الكيدورفين في المانتغراس. إذا هذا إذا نرى صحيح. نزيدوا رغم أنه هناك تباين في تصريحات رئاسة الجمهورية. في 27 أبريل صرحت رئاسة الجمهورية قبالة أن الرئيس تعرض إلى نوبة إقصارية عابرة لا تخلف أثارا. وبعد 20 ماي و 27 ماي تبين وزارة البلاغ أن الرئيس تعرض لجلطة دماغية استوجبت خضوعه لإعادة التأهيل وملئه، وهو ما يؤكد فحسب ما نشرناه الجلطة الدماغية أصابته إذا بعد 19 ماي بعد 20 ماي. طيب أستاذ هشام، أستاذ هشام سؤال آخر أستاذ هشام عبود، ما رأيك في الذي يقول بأن شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي جرك إلى القضاء؟ أنت كنت تخرج وتدخل بسلام وأنت آمن دوما، لكن بمجرد أن ذكرت شقيق الرئيس ربما في حديث ما في مناقشة ما، بمجرد ذكرك لذلك صرت متهما بأنك تمس أمن الدولة وغيرها. ماذا ترد بهذه المناسبة؟ أسمع شوف، أخو الرئيس شقيق الرئيس هو اللي كان محافظ على أخوه حاشم أخوه ويا سالي. بمجرد أننا ذكرنا خبر عودته إلى أرض الوطن، سمعت؟ قامت القيامة، قامت القيامة، كان المفروض يخلوه يعني ولا يكذبوا ولا يصدروا تكذيب، وبعدها يجوا يحركوا النيابة العامة ويقولوا لي يعني واحد التهم نعم ما عندها حتى علاقة بالموضوع. يعني هذه يعملوها في طبعا شكون اللي راح يديرها لأنه تعرف يا حبيبي اليوم كيف راح تمشي الرئاسة، مؤسسة الرئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية فيها الشيخ محمد دروقات هو السكرتير الخاص تاع الرئيس، وهذا منذ 2010 يعني منذ مدة في السكرتير. شوف في عائلة الفريق لما يأمر باسم الرئيس في روقات يبلغ هذا راه تمشي الأمور. إذا شكون اللي راح يوصلني للقضاء؟ شكون؟ هو يعني الإنسان الآخر، وأنا جاتني معلومات أنه هو اللي يوصلني للقضاء. يبقى أنه إذا كان هو، ولكن كل الدولة كل دوائر الدولة ماشي معاه، إذا كلهم مع بعض. أنا ما نقولش هذا الشخص هو اللي وراء هذا الإجراء، ولكن اللي تبعوه سواء القضاء والشرطة والعسكر والبوليسية كلهم مع بعض. إذا كل من هو في السلطة هو شريك، لأنه أنا نعرفيك أنا حاجة اسمها دولة. لما واحد يقوم بعمل يقوم باسم الدولة، والدولة بكل هياكلها بمؤسسة العسكرية بمؤسسة الأمنية بمؤسسة كل القضائية كلها شريكة، لأنه لماذا تترك هذا الشخص يتصرف؟ هذا مثلا أستاذ هشام عبود مدير جريدتي ومون جورنال باللغة الفرنسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر. أعود إليك أستاذ أحمد شوشان، في أو خبل عبر هذه الصراعات التي كنت تحدث عنها، صراعات الأجنحة في رئاسة الجمهورية في مؤسسة الجيش، أين محل الجيش محل الشعب في من الإعراب حول هذه المسألة؟
والله المشكلة يعني الحقيقة الشعب هو اللي راه مقرر الموقف نتاعو، يعني الشعب الجزائري لازم يعرف بأنه راه مستقيل من وظيفته الضرورية، ماهيش مزية. الشعب الجزائري ماهوش بمزيته أنه يتدخل من أجل أن يفرض سلطته على مؤسسات الدولة، هذه راه ضرورة من ضرورات حياته، وإلا راح يضيع. الشعب الجزائري إذا ترك المؤسسات نتاع الدولة في أيدي المجرمين يتلاعبون بها كيف ما شاءوا، هو قاعد يتفرج لها، هو اللي يخلص. هذا هو الشيء اللي لازم يعرفه الشعب الجزائري. اليوم هذه في معرض هذه الرسالة اللي راهم نتكلموا عليها، علاش الرسالة موجهة للجيش بالذات؟ موجهة للجيش لأنه اليوم وصلت الأمور إلى الجيش. كاين هناك في إطار هذه الخطة التي تحذر من أجل تنصيب الرئيس هذا اللي هو يعني تقريبا الآن أصبح مفروغ منه بأنه علي بن فليس، والمجموعة راه بدأت يعني بدأ تجميع مثل ما جمعوا لجنة إنقاذ الجزائر والمجلس الاستشاري، راهم بدأوا يجمعوا في الإطارات خاصة اللي عندهم وجه من وجه المعارضة باش يزينوا بها الواجهة من أجل باش يفرضوا وجه جديد لوحش من الوحوش الذي دمر الجزائر. الناس اللي في الجيش طبعا ما راحش تقعد عليهم. الشعب ممكن ما يعرفش مثلا طرطاق، وما يعرفش المجرمين اللي معاه، وما يعرفش الناس اللي قتلت، لكن افراد الجيش ضباط الجيش يعرفوا. مجموعه كبيره من ضباط الجيش واعيه الان بهذا الخطر الذي يتهدد الجزائر، وباحتمال كبير يكون لهم موقف سيء جدا ويتفجر الجيش. ولذلك هم من الان يركزوا على الجيش من اجل تعبئته، باعتبار انه اي انسان يعترض على ارادتهم يعتبروه إرهابي، يعتبروه خاين، يعتبروه يهدد السيادة الوطنية، في حين أن الذي يهدد السيادة الوطنية ويهدد الجزائر برمتها ويريد أن يبيعها للأجنبي هم هذه الناس الذين يحاولون أن يعني يفرضوا على الشعب الجزائري دولة أو مؤسسة أو أجهزة تتحكم بمصيره بدون إلجاء إليه. سأعود إليك أستاذ أحمد شوشان، سأعود إليك بعد لحظات. أرحب بمشاهدينا الكرام بانضمام جلالي سفيان، وهو رئيس حزب في الجزائر اسمه جيل جديد. أستاذ جلالي سفيان، الكثير من متابعي الشأن السياسي في الجزائر يقولون إن هناك غموضا ما في مؤسسات الجيش. قايد صالح قائد الأركان زار الرئيس رئيس عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا، ثم بعد ذلك الجيش أصدر بيانا بأنه لن يحشر أنفه في السياسة ولن يتدخل في أمور الشرعية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك أتت هذه الرسالة التي يشكك فيها الكثيرون بأنها منسوبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتوصي بل هي فيها مجموعة وصايا للجيش الوطني الشعبي. كيف تفسر هذا الغموض؟ شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الجزائر تعيش يعني أزمة تمثيلية شرعية على مستوى الرئاسة بالخصوص. فالفراغ هذا اللي خلاه الرئيس بوتفليقة منذ أكثر من 60 يوم، الفراغ الرهيب هذا يا خلى ربما المؤسسات تقوم بأعمال تشكيلية فقط، لأن الرسالة هذه اللي تكلموا عليها نظن هي إلا شكلية، المضمون تاعها ما يهمش، حتى وإذا كان يعني الخطاب دائما المرجعية نتاعو يعني الوطنية والسيادة والأمور مثل هذا يعني القبيل، لكن ربما هي محاولة من المسؤولين الحاليين اللي راهم قايمين يعني بالحراك هذه تاع الحكومة وربما ممثل الجيش، باش يخليوا الانطباع أن رئيس الجمهورية دائما قائم وعنده يعني الكلمة نتاعو وهو اللي يسير في البلاد. في الحقيقة كلنا نعرف في اليوم بعد 60 يوم من غياب رئيس من أرض الوطن أن ما هوش في إمكانية نتاعو باش يسير البلاد، راهو غائب تماما، والمؤسسة الرئاسية بكل غموض ما نعرف شكون اللي راه يقوم يعني بتسيير شؤون المواطن اليومي. هذه هي الحقيقة. فنشوف من جهة الوزير الأول في تلال يتحرك كثير ويروح لولايات
ويحاول يعني يملأ هذا الفراغ. ومن جهة أخرى يعني راهي جاية 5 جويلية، و5 جويلية تعرف أنت أنه رمزيا دائما رئيس الجمهورية لازم يكون يحضر. وهذه السنة يعني ونتأسف كثير، رئيس الجمهورية كرمز لجسد السيادة الوطنية هو في مستشفى عسكري يعني تخضع لقوانين، ويعني العسكر الفرنسي هذا رمزيا جح يعني في الحساسة تاع الوطنية الجزائري. طيب استاذ جلال سفيان، وانت واحد من الناشطين السياسيين ورئيس حزب ينشط في الساحة السياسية، ماذا سنفعل او الى اين ستسير الامور الان؟ هل سنسير لمرحلة انتقالية ام سنفعل مدى 88 الدستور؟ ماذا سنفعل بالضبط الان؟ الشعب في حيرة، في احتقان وانسداد ايضا. نعم، لو كان باش نطبقوا مباشرة القوانين، لو كان جينا في دولة قانون كان يتحتم يعني تطبيق المادة 88 من الدستور. لكن نعرف انه بعد تلت عهد لرئيس بوتفليقة ما بقاتش مؤسسات قائمة، نعرف انه المجلس الشعبي الوطني ما عندوش دور، نعرف انه المجلس الدستوري بنفسه يعني مجمد مشلل، عندها بعد ايام نظن اسبوع او 10 ايام صحيفه وطنيه تكلمت على شلل هذه المؤسسه الدستوريه. فالمشكل هو انه الجزائر كانت خاصه منذ التغيير اللي صار في الدستور تاع 2008 صفحت كل الوسائل كل السلطات في يد انسان واحد، شخصنا النظام في شخص رئيس الجمهورية ونسينا المؤسسات. واليوم عندما هذا الشخص ما بقاش عنده إمكانيات لتسيير شؤون الأمة أصبحت كل الأمة معطلة ومشللة. هذا ضغط لازم المجتمع الجزائري ياخذ العبرة نتاعه ونبني في المستقبل مؤسسات حقيقية ونبني دولة القانون. لكن باش نوصل لهذه اللحظة لازم نمر عبر انتخابات رئاسية تكون مفتوحة، وين الشعب الجزائري هو اللي يشارك بقوة وهو اللي يختار حقيقة الممثل اللي راح يوصلوا إلى هذه المرتبة، يختار رئيس جمهورية اللي عنده نفس جديد دم جديد اللي قادر يعني يقترح مشروع سياسي وياخذ كل المسؤولية تاع الأفعال نتاعه. نتركوا هذه يعني الممارسات وين المسؤولين ياخذوا كل امتيازات السلطه ويتركوا حقيقه المسؤوليه. نسمعوا كثير من بعض شبه المعارضه اللي ربما تلوم مثلا على الحكومه، لكن دائما تقول رئيس الجمهوريه هو خطيه، رئيس الجمهوريه هو ابانا الى اخره، تعرفوا الخطابات الادويه. طيب استاذ سفيان، ولنفرض اننا مررنا لهذه المرحله التي تحدث عنها، ما هي الضمانات استاذ سفيان؟ ولنفرض اننا مررنا الى هذه المرحله التي تحدث عنها، ما هي الضمانات الكفيله باجراء انتخابات حره ذات مصداقيه شفافه يكون فيها الاختيار الشعبي اختيارا حرا؟ ما هي الضمانات؟ نعم يا اخويا، الضمان الوحيد هو انه الشعب الجزائري يتوعى ويوصل الى مستوى يخليه يتجند. كفانا من العدمية كثير منذ سنين، ويقولوا الجزائريين ما تروحوش يعني للانتخابات، ما تشاركوش، كلش يعني مزور. هذه حقيقة، التزوير كاين، لكن لو كان يروحوا يصوتوا 15 مليون جزائري مستحيل تتغير الصناديق. عندما الجزائري ما يكونش واعي بالدور تاعو ويفقد المواطنة تاعو ودائما بنفس الخطاب تاع العدميه ويقول لك انايا ما ندخلش وانا ما نروحش وانا ما نصوتش الى اخره. ولكن استاذ سفيان، استاذ جلال سفيان، انت لما تدعو الى انتخابات مسبقه ولا انتخابات خصميه رئاسيه ثم تقول هناك مرشح للاجماع، هناك مرشح توافق، معنى ذلك انك بدات تفرش الطريق بالزرابي لشخص ما للوصول. لا تقل للناس ان هناك مرشحا للاجماع وهناك مرشح توافق وهناك مرشح تثق فيه السلطه، معنى ذلك بانك تساعد اشخاصا ما في الانتخابات. لا ابدا. شوف، لو كان اذا اراد الشعب يعني الحريه ما كان حتى واحد ينتزعها منه، لكن الخطاب العدمي هو اللي كسر اراده الشعب.
لو كان الشعب يكون بتوافق ويعني يدور حول شخص يجسد الأفكار الجديدة وطموحات المجتمع، لكن حتى واحد يقدر يمنع ولا مؤسسة ولا أمن ولا جيش ولا أي واحد، لكن بطرق ثالثة سلمية ولبناء يعني مؤسسة حقيقية، بناء دولة القانون بطرق ديمقراطية. هذا لازم نخرج من التفكير السلبي التفكير العدمي وننطلق إلى الأمام. اليوم الجزائر راح تقوم، يعني هنالك فرصة حقيقية لازم الجزائريين يستغلوها. جلال سفيان رئيس حزب جيل الجديد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر. أعود لك أستاذ أحمد شوشان الضابط السابق في الجيش الوطني الشعبي، ما رأيك فيما كان يقوله جلال سفيان حول أن الشعب لابد من يضع حدا لمسألة المقاطعة وليذهب للانتخابات لانتخاب من يراه كفيلا وكفئا لأداء المهمة؟ إيه نعم، يعني احنا يعني المقاطعة، لماذا الناس تقول المقاطعة؟ المقاطعة لأنها هي الطريقة السلبية فعلا للاعتراف، لأن النظام عندما يزور يعني يكون مقرر تزوير الانتخابات فما هي جدوى الذهاب إليها؟ هذه أعطاها شرعية طبعا، غدوة لو كان الشعب يحتاج على مثلا على السلطة المزورة يقولوا له روح للانتخاب، أنت اللي استخدمت عليها، وبالتالي عندما تذهب انت الانتخاب هو مزور مسبقا تزكيه، من بعد ما يوليش عندك الحق باش تعترض. ولذلك المقاطعة هي وسيلة حضارية للاعتراض على التزوير وليس للاعتراض على المشاركة في تقرير المصير. لازم الناس تخرج من هذا العقلية الفارغة، يعني واحد ناقص واحد نخرج بالصفر، قول صفر مرة واحدة، ليش تقول واحد ناقص واحد؟ في القضية وين؟ أنا يا روك نقول لك، هاني أنا الآن نقول رانا اليوم مازال في شهر جوان 1913. الآن الأمور ماشية على قدم وساق لتحذير الرئيس علي بن فليس، هاني راني نقولها الآن في جوان، يا أخي مازال ما قالوش عليها هما أصلا، راه الأمور تمشي في هذا الاتجاه. من برك رئيس الجزائر 36 مليون رايهم راه مضروبة حفر الحائط، كاين علي بن فليس يتم تحضيره من طرف مجموعة من ضباط المخابرات. أي جناح أستاذ أحمد شوشان؟ لابد من تسمية الأسماء بمسمياتها بالضبط، من هو هذا الجناح الذي يتبنى هذا الطرح؟ اللي يتبنى هذا الطرح هو اللواء صحراوي بشير مدعو طرطاق المدير العام للأمن الداخلي، والذي سيكون عن قريب المدير العام للمخابرات. هاني نقولها برك، اسمعوها يا ناس، هذا هو الإنسان الذي سيعين ويكون المدير العام للمخابرات الجزائرية بالمستقبل، هذا هو الذي سيعين كل المسؤولين في الجزائر. وراني قلت أنا عندي 10 سنين وأنا أقول هذا الإنسان مسؤول على دماء الجزائريين، على أعراض الجزائريين، على المخطوبين، على تدمير الجزائر. فالآن عندما نصر على هذا الأمر هذا راه يعني منكر عظيم، والعواقب نتاعو نشوفو نتحملها. المشكلة الثانية أن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الشرفاء، هؤلاء الناس يجب أن يجدوا ناس مفسدين يخدموا معهم، الشريف ما يدخلش معهم. ما يغركم حتى واحد، أي إنسان يدخل مع هؤلاء الناس فهو شريك لهم في الجريمة. نحن لا نطلق الشعب الجزائري من حقه، لو كان الشعب الجزائري هو اللي ينتخب الأستاذ علي بن فليس نبايعه جميعا رئيسا، ولكن أن يتم التعامل على الشعب الجزائري بتنصيبه في إطار صفقة بين المفسدين والمجرمين فهذا الذي لا نريد، أن يعني لا يجوز لنا أن نسكت عليه. أستاذ أحمد شوشان ابقى معنا، سأعود إليك بعد لحظات. مشاهدنا الكرام، اليوم حلت ذكرى اغتيال الرجل التاريخي الرئيس المغتال محمد بوضياف رحمة الله عليه. في هذا اليوم هناك من الشباب، هناك من الحقوقيين، هناك من الوطنيين، شخصيات وطنية تاريخية ذهبوا إلى المقبرة لوضع أكاليل من الزهور والوقوف وقراءة الفاتحة على قبر الراحل محمد بوضياف. بهذه المناسبة ينضم إلينا عبد الرزاق العيبي وهو رجل حقوقي. أستاذ عبد الرزاق، بعد الترحيب بك، ما الذي حدث اليوم في مقبرة العالية؟ وصلتني بعض الأخبار بأن نوع من الشوشرة في المقبرة وخارجها خلال هذه الذكرى، ما الذي حدث بالضبط؟ السلام عليكم الأخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله.
على كل حال أنا وصلت للمقبرة على الساعة 11:30. نعم. ولقيت برا كانوا حوالي 10 سيارة دي فورغون تاع لي سي ار اس والشرطة. أيوة. منتشرة. وسمعت باللي كانوا كلموني في الهاتف أصدقاء، كانوا خبروني باللي الشرطة منعت الدخول إلى المقبرة. وعندما وصلت لكل حال تمكنت من الدخول. أيوة. ولكن شيء يحير هو أن كما يقولوا المربع الشهداء لوكاري دي مارتير دايرين عليه الكلوتور، غالقين عليه بالحديد وباش يمكن تترحم على هذا الموتى، ولازم تطلب الإذن للحارس حتى يفتح لك الباب، وهذا امر لم افهمه. عبد الرزاق، هل لاحظت حضورا لبعض المسؤولين، لبعض اقرباء الرئيس او شخصيات تاريخيه؟ لا. او من يمثل الحكومه؟ انا لم ارى حتى اي احد. على كل حال انا وصلت متاخر قليلا، ممكن يكونوا جاوا ممكن، ولكن انا لم ارى احد. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق العيبي، وهو حقوقي من عائلة رئيس الوزراء الراحل قاصدي مرباح. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر. أعود إليك أستاذ أحمد شوشان، والوقت يحاصرنا ويداهمنا، هل من كلمة أخيرة حول ما يعيشه الشعب الجزائري الآن في هذه المرحلة المليئة بالاحتقان والانسداد؟ أين سيكون مصيره؟ هل سيبقى ينتظر الرئيس الذي طال أمد علاجه هناك 60 يوما بالضبط هو هناك في الخارج؟ ماذا سيفعل الشعب الجزائري؟ هل يذهب إلى مرحلة انتقالية؟ هل تفعل المادة الدستورية 88؟ هل سنذهب إلى انتخابات رئاسية مسبقة؟ ما العمل؟ بإيجاز. والله العام الشعب الجزائري في الحقيقة يعني مطالب أن يتخذ موقف من 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 هذه التطورات اللي حصلت الأخيرة يعني. فقضية الرئيس ما بقاش. لا ينتظر لا رئيس ولا شيء. الآن في تحضير في حتى تحضير الانتخابات الرئاسية مسبقة. يعني فيها عمل من أجل تحضير رئاسيات مسبقة، وفي نفس الوقت تحضير لإجراء رئاسيات عادية بعد انتهاء العهدة. لكن في كل الأحوال ما كان انتظار لا رئيس ولا شيء. المهم الآن هو أن الشعب الجزائري لازم يعرف بأن مصيره الآن يتقرر على أيدي ناس بدون أن يستشيروه، بدون أن هؤلاء الناس مجرمين. هؤلاء المشكل يعني في غياب الناس المخلصين، في غياب الناس النظاف، رأى مجموعة من المجرمين تقرر مصيره. الآن الشعب الجزائري هو مطالب أن يتخذ موقف، لكن حتى واحد ما هوش الناقم شوشان هو اللي راح يعبر عن الشعب الجزائري وش يدير. المطلوب ان الشعب الجزائري يقف ضد هذا المخطط، وما يقبلوش ما يقبلش هذه الانتخابات، الانتخابات التي لا يكون فيها هو السيد الذي يختار بكل حريه وما يدخل عليه حتى واحد، ما يقبلهاش مهما كانت الظروف. والاشكاليه الكبيره هي ان الان احتمال كبير جدا انه يعني يوقع يعني توقع مشكله كبيره في الجيش، لانه هذا الناس هذو ما يقدروش يمروا هذا المشروع بدون تصفيات داخل الجيش. احمد شوشان الضابط السابق في الجيش الوطني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من برمنغهام. الشكر موصول مشاهدينا الكرام لهشام عبود مدير جريدتي باللغه العربيه ومون جورنال باللغه الفرنسيه كان معنا من الجزائر، ولجلال سفيان رئيس حزب جيل جديد، ثم ايضا الشكر موصول للناشط الحقوقي عبد الرزاق العيبي احد افراد عائله رئيس الوزراء المغتال قاصدي مرباح. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام، على حسن المتابعه والمشاهده، دمتم بخير والى اللقاء.